من يصلي على محمد وآل محمد. هدية إلى سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات ثانية. هدية إلى سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات ثالثة أعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا سيدنا ومولانا يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدتنا ومولاتنا يا فاطمة الزهراء، يا قرة عين الرسول، أيتها الزهراء البتول. صلى الله عليك يا سيدنا ومولانا يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلّيت بفنائك وأناخيت برحلك، ما خاب من تمسك بكم وفاز، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا يا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. طمعت أن تسومه القوم ضيما وأبى الله والحسام الصنيع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه خضوع ولديه جأش أرد من الدرع لظمأ القنا وهن شروع فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع رمحه من بنانه وكأن من عزمه حد سيفه مطبوع زوج السيف بالنفوس
زوج السيف بالنفوس ولكن مهرها الموت والخضاب النجيع بأبيك لأيان على الطف خدرة. هو في شفرة الحسام منيع قطعوا بعده عراه ويا حبل وريد الإسلام ويا حبل وريد الإسلام أنت القطيع وسرى وفي كرائم الوحي أسرى يا وعداك ابن أمها التقي وصفنا حالتها يا سيد حيدر الحلي. يقول له لو تراها والعيس جشمها الحادي من السير فوق ما تستطيع ووراها العفاف يدعو ومنه يا بدم القلب دمعه مشفو يا فترفق بها فما هي إلا يا ناظر دامع وقلب مرايا وين يوجه العتاب. يقول له قوضي يا خيام علي نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع وزينب عليها السلام نادت من شايل بقى بس الولي على الأرض من شايل سهم بيده وسهم بالصدر من شايل يا شيعة حسينكم على الأرض من شايل وتلعب فوق صدر خيول ومي يا ايو تلعب فوق قصا يا ادرخ يا ولمي. وين وجهت وجهها؟ الى جهة ابيها امير المؤمنين. وليان يا ناعي حيل صيح بصوت وليان يا حيدر يا مطوع الانس وليان قل ترى زينب بقت من غير وليان وخذوها ميسرة لابن الدعية وخذوها ميسرة يا لابن الدعية يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. والعاقبة للمتقين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ورد عن عامر الشعبي أنه قال
تكلم أمير المؤمنين عليه السلام بتسع كلمات ارتجلهن ارتجالا، فقأنا عيون البلاغة وأيتمنا جواهر الحكمة وقطعنا جميع الأنام عن اللحاق بواحدة منهن، ثلاث منها في المناجات وثلاث منها في الحكمة وثلاث منها في الأدب. فأما اللاتي في المناجات فقال عليه السلام: إلهي كفى بي أو كفاني عزان أن أكون لك عبدا، وكفاني فخران أن تكون لي ربا. إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. وأما اللاتي في الحكمة فقال عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه، وما هلك امرؤ عرف قدره، والمرء مخبوء تحت لسانه. وأما اللاتي في الأدب فقال عليه السلام: امنن أو أحسن إلى من شئت تكن أميره، واستغني عمن شئت تكن نظيره، واحتج لمن شئت تكن أسيره. صدق مولانا أمير المؤمنين لذكره الطيب صلوات عالية. اللهم صل على محمد. كلمات تسعة يرويها عامر الشعبي وهو من التابعين عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، وقد رويت هذه الكلمات في مصادر عديدة من خصال الشيخ الصدوق إلى نهج البلاغة إلى كتب الفريقين في مجاميع الكلمات القصار والحكم والآثار، وما أثر عن مولانا أمير المؤمنين تجدها مبثوثة إما مجموعة أو مفرقة في ثنايا كلمات المحدثين والمؤلفين. عامر الشعبي في زمن كثرة البلغاء والفصحاء وسلامة اللغة في ذلك العهد، شلون يوصف هالكلمات هاي بتوصيف رائع؟ تكلم أمير المؤمنين عليه السلام بتسع كلمات ارتجلهن ارتجالا. الارتجال من دون تعمل وتأمل وروية، لا يلقيهن على استرسال بلا فكر مباشرة، وكل كلام أمير المؤمنين من هالقبيل عليه السلام ينثر الحكم ويأتي بالخطب العظيمة كالسيل المنحدر، كما يقول عليه السلام: ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. هكذا يأتي بالكلام عليه السلام. ارتجلهن ارتجالا، شنو وصفهن؟ قال: فقأنا عيون البلاغة. إذا البلاغة اللي هي جمال الكلام، خلاصة الكلام، عنوان الكلام، تريد تسوي ملخص الجمال للكلام يأتي في البلاغة، وتخلي الوجه اللي هو ميزان الجمال، هذن عيون البلاغة، بل اختطفنا جمال كل بلاغة بعد كلام أمير المؤمنين عليه السلام. فقأنا،
فقسا عيون البلاغة وأخذا كل الجمال. بعد قال وقطعنا كل متكلم، هذا ترى مو كلام مبالغة، كلام حقيقة، اعتراف أكبر البلغاء أمام ذن الكلمات مسطر فيما بين أيدينا. شي يقول وقطعنا جميع الأنام عن الإتيان بكل واحدة منهن، كل كلمة من عدهن يوقف عليها أكبر البلغاء. جنابك راجع كلمات الجاحظ، الجاحظ صاحب البيان والتبيين وصاحب عدة كتب أدبية مثل الحيوان وغيره، يذكر يقول كل كلام أنا قدرت أعارضه وأن أأتي له بما يشابه، لكن كل ما حاولت أن أجيب لي كلاما يشابه هاي الكلمات عجزت عن ذلك. هذا كلام لما يقول عامر الشعبي، هذا تصديقه. وتعال إلى الشريف الرضي، وتعال إلى ابن الوردي وابن أبي الدنيا وكل هؤلاء المؤلفين، تجدهم من يوصلون أي كلمة من هالكلمات هاي يوقفون متحيرين. يقول الشيخ محمد عبده إمام الأزهر، شايف هذا إمام الأزهر، شيخ الأزهر، لكن في مقدمة شرحه على نهج البلاغة يقول أنا ما كنت مطلع أن هناك كتاب اسمه نهج البلاغة للإمام علي. تتعجب شيخ الأزهر ما شايف وما يدري أن هناك كتاب لنهج البلاغة؟ أي نعم، أنا أقول لك وحقك، ربما كثير في دوائر ومراكز علمية ومجاميع مؤمنين ما مار على نهج البلاغة بحياته ولا مرة واحدة، ولا قارئ من عنده صفحة واحدة. اقرأ شراح نهج البلاغة، وأنا ما أرد أخوض في هذا البحث، كل مسجل بكلماتهم. قل ما كنا ندري شنو نهج البلاغة. أنا بيقول حكم عليه بالنفي من مصر لما نهضوا ضد الاستعمار ذاك الوقت. يقول فكنت في بلد غريب مذكور في حياته في لبنان، أي وحدي جيت أخذ الكتاب أتسلى بي أقضي أقتل وقتي بي. جيت للمكتبة مديت يدي وقع يدي على كتاب، فلما فتحته وقرأت فيه صفحات ومقاطع قلت شنو هذا من كتاب؟ خيل لي أن حروبا شبت شبت وأن نيرانا شبت وأن للفصاحة دولة وللبلاغة صولة، كلمات مسجوعة جميلة يجيبهن، وأن فارس هذه الحلبة الإمام الغالب علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يقول أنا أوصي شباب مصر، أنتوا تردون تتعلمون البلاغة، تردون تتعلمون الرواية، لا تقرأ تروح تقرأ يعني الكتب الروائية مالات الغرب، قصص شكسبير وأمثاله. إن أردت الحكمة فعليك بقراءة نهج البلاغة، إن أردت العرفان والإلهيات فعليك بنهج البلاغة، إن أردت السياسة فعليك بنهج البلاغة. وإحنا مع الأسف الشديد لا بد وأن نعترف بتقصيرنا أمام عظمة أمير المؤمنين والتراث العظيم الذي هو بين أيدينا. شايف هاي منظمة حقوق الإنسان للأمم المتحدة التفتوا بعد لأي من الزمان أن هناك، إذا يردون يفتخرون بمنشور لحقوق الإنسان، أي منشور أعظم؟ عثروا، ما كانوا يدرون، على عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر سلام الله عليهما. فلما شافوه شافوا في منهج الحكم وإدارة المجتمعات الإنسانية لا يوجد نظير يشابه عهد أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر رضوان الله عليه. فلذلك أعلنوه وثيقة
من وثائق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان اللي يجب أن تدرس، وكم من دراسات حول هذه الوثيقة إلى اليوم. على قولة بعض علمائنا يقول هذا عهد مالك الأشتر شايل أبط على ها وثائق حقوق الإنسان بالقوانين الإنسانية، مرتفع عليها كلها. ولهذا احنا هم يجب أن نفخر بأن عندنا هذا الفكر، هذا التراث الذي ننتمي إليه، وهم يجب أن نعتذر وأن نخجل ما مطبقين مبادئ أمير المؤمنين. أي والله لو أننا نسير في منهج مولانا أمير المؤمنين كما قال الله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولصارت الدنيا جنة. لكن تريد أهل، يذكر المرحوم الدكتور أحمد أمين في كتابه التكامل في الإسلام يقول أكو طالب نجفي راح إلى المكتبة العامة الكبرى مالت لندن، بيها ملايين من الكتب التراثية، يجمعون خيرة ما عندنا ويخزنونه في خزائنهم هناك موجودة. شوف جنابك التحقيقات الموجودة، هذا صادر عن مكتبة لندن، عن ألمانيا، عن إلى آخره. يقول راح للمكتبة، التقى ويا مدير المكتبة، قال له أريد أحسن كتاب عندك في المكتبة تعطيني إياه أشوفه. هذا مدير المكتبة بعد عالم، التفت له قال له تريد أحسن كتاب سماوي أو أحسن كتاب أرضي؟ هذا متحير، قال له إذا يمكن اثنين نجيبهن لي. قال له ما يخالف. راح مدير المكتبة جاب له اثنين كتب قدمهن إليه، أحسن كتاب سماوي فتحه وإذا به القرآن الكريم. اللهم صل على محمد. أحسن كتاب أرضي فتحه وإذا هو نهج البلاغة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. أي والله، يعني أكو كتاب بعد أعظم من القرآن؟ كلام الله معجزة، فصاحة، بلاغة، علم، قانون، هداية، غيب، كل شيء اللي تريده موجود في كتاب الله الذي لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله العدو بزمانه يفتخر. اجوا للوليد بن المغيرة قالوا له تعال بالله شوف هذا اللي يدعي النبوة وش قاعد يقول، وطينا نتيجة. راح سأل النبي قال له إلى ما تدعو وماذا تقول؟ فتلا عليه رسول الله، هذا أول نزول الوحي، أول وهلة، آيات من الذكر الحكيم، اقشعر بدنه وتغير حاله وأدبر سبقوله. قالوا له قول. قالهم ماذا أقول؟ لقد أن سمعت آنفا كلاما ما هو من كلام البشر. تدري هذا ياهو، هذا المحكم في المعلقات السبعة في سوق عكاظ، يعني خيرة ما قالته العرب، هذا القاضي الحاكم على الأدب العربي. لقد سمعت آنفا كلاما ما هو من كلام البشر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وأسفله لمطبق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. قالوا لقد صب الوليد إلى دين محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على، اللهم صل على محمد وآله. أتموها بالثالثة. فهاي البلاغة بعد كلام الله، بعد كلام رسول الله، يأتي الدور إلى أمير المؤمنين يقول عليه السلام إنا أمراء الكلام فينا تنشبت عروقه
وعلينا تهدلت أغصانه. إحنا أمراء البيان والكلام، عروق الكلام نابتات في بيت رسول الله وأمير المؤمنين، وهاي الغصون مالته مدلي عليه. والله لما سمعوا أهل الكوفة خطبة فاطمة الصغرى عمرها 11 سنة، هاي الخطبة العظيمة هزت القلوب وأجرت الدموع، يعني مو عمتها زينب وأم كلثوم وزين العابدين، فاطمة بنت الحسين الصغرى. قالوا بأبي أنتم وأمي من أهل بيت، شبابكم خير الشباب وكهولكم خير الكهول ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبزى. يعترفون نحن أمراء الكلام، فينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت أغصانه. نرجع إلى كلام مولانا أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. إيش قال؟ قال 9 كلمات، 3 منها بالمناجاة: إن شاء أن يأتي بمثل دعاء كميل أو دعاء الصباح صار في أوج الفصاحة والبلاغة، وإن شاء أن يختصر الدعاء والمناجاة ب3 كلمات أعجزت الجميع. إلهي كفاني في بعضها كفى بي، في الخصال كفى لي، والمعنى كله تأمن، عزا أن أكون لك عبدا. إلهي أنا يكفيني عزة أني عبد إليك يا ربنا، أني أدين لك بالعبودية. شايف؟ كفاني عزا أن أكون لك عبدا. المؤمن عزيز بيمن بإيمان. الأنبياء ينهض واحد، نبي موسى لو واحد يتيم، لكن هذا اليتيم لما كان على الحق ومع الله ماذا صنع؟ دمر امبراطورية فرعون بكاملها بإذن الله سبحانه وتعالى. ينهض رسول الله واحد يسمونه يتيم أبي طالب، زين ايش عنده؟ عنده مال. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ينهض وحده يقارع طغيان قريش وصناديدها وأصنامها وحلفاءها، ويقضي عليهم خلال ربع قرن، ما طول ربع قرن، وإذا بالنبي يقلب الجزيرة العربية رأسا على عقب من كفر وشرك ووثنية وإلحاد إلى نور الإسلام، يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا الإعجاز العظيم. والله يعني أنت القرآن إعجاز، ما أنجزه رسول الله بهاي المدة القصيرة. أي عاقل يدرس سيرة النبي وحياة النبي يجد هذا إعجازا. طب هذا منين؟ كفى بي عزا أن أكون لك عبدا. النبي حتى لا واحد يتوهم أنه رب، مثل عيسى سلام الله عليه دائما يسمونه الرب، يسمونه الابن، ابن الله. سوى النبي سد الباب من أصل على هاي الادعاءات، خلاك أنت بالتشهد، خلانا نقول أول قبل الرسالة: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفاني فخرا أن تكون لي ربا. المولى يعتز، يعني العبد يفتخر بمن؟ يفتخر بسيده. أنا مولاي فلان، أنا خادم للملك. شايف ايش قد العبيد يفتخرون؟ يعني إذا عد ريحة وعلاقة، أي نوع ربط وعلاقة عنده بواحد عنده منصب وبعده مقام يعتز. لا لا، الإمام علي يقول صاحب السلطان كراكب الأسد، راكب على ظهر الأسد والناس ايه هيعونه، هذا ايه صاحب الأسد، هذا ما يدري بي آه ولف عليه
أو صار بحلقة ذولا المصاحبين الأسود شايفهم ولا أفلامهم آهوا لفعلية وكلا يطعمه ويكلي آهوا عضيدة يريد يفرغ نفسه من عدة ماكو شايف شلون يقطعونهم بالمناشير وصلة وصلة عمر يخدمهم على كل حال لكن اللي صاحب الله سبحانه وتعالى شي يصير يصير عزيز يصير فخر وكفاني فخرا أن تكون لي ربا إلهي أنت كما أحب يعني كن نحمد الله ونشكره على أن هدانا للإيمان للمعرفة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إيش قد أكو ناس يسجد ويقوم ويقعد يعبد من؟ يعبد الهايشة ملايين بالهند يعبدون البقر صارت ضجة ومشكلة ودماء زين مسلمين وشيعة هناك ما شاء الله عندنا جالية من أتباع أهل البيت بعشرات الملايين قوم يذبحون البقر يذبحون ربنا بويا هذا عندنا حلال احنا قال لا هذا ربنا يذبحونه صارت مجازر على عهد المرحوم السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه أصدر فتوى بويا أنتوا أهل هاي المنطقة حرام عليكم يعني بالحكم الثانوي أن تأكلون لحم الهوش زين لأن ذولا يسجدون له الله يرحم الشيخ الوائلي رضوان الله عليه يقول كنت في الإمارات في دبي يسكن في برج العرب أكو واحد بروفيسور مقابلني بالغرفة هذا بروفيسور هندي جايب ويا الصنم ماله اللي هو تمثال مال بقرة الهقرونها يومية الصبح يسجد البروفيسور أمام تمثال البقرة مو نفس البقرة وشايف انت الأفلام مالتهم يقودها بالشارع ثم يحط الطاسة تحتها وإذا به تقطر إلا قطرات يعني ما يصير نحكي هالحكي هذا على المنبر وياخذ البركة من هاي القذارات مالاتها وينشرها على الفواكه على المأكولات حتى تصير البركة في المحل والدكان ويفتر على السوق أول الصبح ها يعني تقول هذا العقل اللي يخليه يسجد للبقرة يسجد للوثن يسجد إلى الفارة ها إلى الحيوانات إلى يومنا هذا عبادة تقديس قب هذا الذي ظل إلى تلك الدرجة زين ماذا تصنع به إحنا كن نحمد الله ونشكره إلهي أنت كما أحب يعني أعلى الأسماء والصفات لله الأسماء الحسنى فادعوه بها أعلى الأسماء والصفات هي لله سبحانه وتعالى بما لا نهاية ولا تصل العقول إليه ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام ثلاث في الحكمة وخل نستمع إلى بعضها قال عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه هو كلمة عظيمة أنت من تمر على هالحكاية هاي وتشوف المعلقين والشراح يوقفون يقول هذه الكلمة التي لا يوجد مثلها كلمة نفاسة ورجاحة ولو كان في كتابي هذا إلا هذه الكلمة لكفته شرفا قيمة كل امرئ شنو شايف يقول سبحانه وتعالى والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام يقول ولا تخسر الميزان ولا تبخس الناس أشياءهم تريد تقيم لك واحد سيلونك فلان شنو رأيك فيه دقق لا تظلم لا تتجاوز الحدود مو على الهوى مو على الحب والبغض مو على يوم راضي عنه أقوم أثني وأمدح ويوم كني ماني راضي عنه
ما أذكر إلا السلبيات. كن منصف الإنسان، هذا الوصف توجهت ولا يجب أن يكون فيه حساب وكتاب. فأنت تريد تقيم لك إنسان، شلون تقيمه؟ تقيمه بنسبه، والله كان بأسرة علمية، نسب عالي، نسب رفيع، مهما كان احنا بعد ما عدنا أشرف من نسب محمد وآل محمد. لكن شي يقول شاعرهم عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيار، أبيات جميلة، يقول: إن وإن شرفت أو كرمت أوائلنا لسنا على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. إحنا وين كان النسب الرفيع مال بني هاشم وآل بيت رسول الله، لكن ما نكتفي أننا نحمل هذا العنوان فقط، لا لا، أنا كما يقول المتنبي: وبجدي فخرت لا بجدودي. الجدود كرام، لكن إذا كان ما عنده ها شيء يتصل بهم لا ينطبق عليه قول الشاعر: لئن فخرت بآباء ذوي كرم لقد صدقت، ولكن ذاك البعيد بئس ما ولدوا. أما إذا كان الإنسان متصلا ويجمع بين العظامية والعصامية، ذاتياته اللي ما تنخلع من عنده، إيه، يقول الطغرائي في اللامية مالته، لامية العجم، ذيك الأبيات الجميلة، يقول: مجدي أخيرا، هذا كان وزير وخلعوه من الوزارة، يقول: أنا الوزارة لا زادتني، وبيوم الخلعوني ما نقصتني. ليش؟ لأن أنا معتمد على ذاتياتي، معتمد على أدبي، معتمد على علمي. مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع سواء، والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل. الشمس الضحى والشمس العصر هي واحدة، النور هو نور الشمس. فقيمة كل امرئ ما يحسنه، قيمة كل إنسان، عطاؤه، الأثر ماله. يعني أنت تدرس حياة إنسان، ربما عمر تعتصر من عنده موقف عظيم، موقف إيجابي. يعني الفرزدق شاعر، ديوان عنده عظيم، عنده مباريات مع جرير معروف النقائض مالته. لكن من نريد نختصر تاريخ الفرزدق كله ونتخذ من عنده موقف عظيم، وين نوصل؟ نوصل إلى موقفه لما حج هشام بن عبد الملك وأراد أن يطوف ويستلم الحجر الأسود، هذا ركن الحطيم، ما قدر لشدة الزحام، حطوا له كرسي وظل قاعد على الكرسي ينتظر الفراغ شوية. جنود الأعيان الموكب المحافظين حوله، لهناك وإذا برجل دخل لما رآه الناس بإذن الله، هاي الهيبة الإلهية، بإذن الله، وإذا بالناس ينفرجون له سماطين، صاروا صفين الناس، فإجى طر الصفوف، وإذا بيوصل إلى الحجر الأسود يخلوه الفرغول للمكان يستلم ويقبل، وهشام أمير الحاج بمكانه ما يقدر يوصل. سألوه أعيان الشام: من هذا الذي انفرج له الناس واستلم الحجر الأسود؟ هو يعرفه، قالهم: ما أعرفه، أنكر. عاد هنا شايف هذا الموقف البطولي مال الفرزدق، التفت إليه قال: يا هشام، ألا تعرفه؟ قال: لا. قال: ولكني أنا أعرفه. قال: من هو؟ قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. هذا أرض مكة من يمشي عليها، تعرف تراب رجليه من يمشي على ترابها.
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرته، والعجم ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. لآخر هاي القصيدة الرائعة. هذا موقف سجل له، سجنوه سنتين على حساب القصيدة، والإمام جمع له من حلي بنات الرسالة هدية عظيمة وقدمها إليه، قال له يا ابن رسول الله ما قلت ما قلت إلا نصرة للحق، لا أبغي بذلك جزاء. قال له نحن أهل بيت لا نسترجع ما أعطينا، أو الله راح يفرج لك، وفعلا فرج الله عنه. هذا موقف يثنى عليه. قيمة كل امرئ ما يحسنه. اي احنا وين هسه قاعدين؟ احنا قاعدين في حرم ابي عبد الله الحسين. يعني اذا تريد تطبق هاي الحكاية على مولانا ابي عبد الله، احنا هل نستطيع ان نعرف قيمة الحسين؟ احنا شنو؟ الله يعرف قيمة ابي عبد الله الحسين. سورة الفجر سورة الحسين عن الامام الصادق عليه السلام: يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اي ابو عبد الله الحسين سجل هذا الموقف العظيم اللي يتحدى به الطغاة، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وجدود طهرت ونفوس أبية وأنوف حمية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. ثم تمثل بقول الشاعر: فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله، أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيق، سيلقى الشامتون كما لقينا. وبرز مولانا أبو عبد الله إلى ميدان القتال. شلون حالته؟ يقول لما أراد أن يبرز قال: من ذا يقدم لي جوادي؟ ها تدري هذا الفارس من يريد يبرز يحتاج له غلام أحد ها من أصحابه يجيب الجوادي يقدمه أمامه. الله يرحم الشيخ بن نصار شلون ينظم هالأبيات هاي الرقيقة: من ذا يقدم للجواد ولا متي، والصحب صرعى والنصير قليل، فأتته زينب بالجواد تقوده، والدمع من ألم الفراق يسيل، وتقول: قد قطعت قلبي يا أخي حزنا، فيا ليت الجبال تزول، أرأيت أختا قدمت لشقيقها، فرس المنون ولا حما وكفيل. وين التفت الزينب إلى بنات رسول الله، ورنت إلى نحو العيال بعولة عظمى تصب الدمع وهي تقول:
قوموا إلى التوديع إن أخي دعا بجواده. يا أي دعا بجواده إن الفراق طويل. شلون حالة وصفنا يا ابن نصار؟ قال: فخرجنا ربات الخدور عواثرا وغدا لها حول الحسين عويلويا، ردوا عياله من العطش يوما او صاحب صوت للتوديع: قوم يا مثل سرب القطا قام يحوم. هذا بالنصارى ايضا يا تطيح عليه وحدتها يا نوت عثاء يا ويار يا اجت زينب يوصيها بالعيال، يوصيها بعلي لو كل الاطفال. شاف الدمع فوق خدودها، سال تقل على فراقك ما اقدر اصبر. اي والله قام يهون فراقه عليه. الله اكبر. ها قام يهون فراقه عليها، او شافت عقب عين الله وليها، عقب ما جاب كل الصبر ليها. يا شاف الدمع فوق خدويا يا ودها خايار. آل الأمر المن إلى السكينة سلام الله عليها. جايت سكينة وباج الحرم يما، وصارت للوداع عليه لما يحب سكنة، وهي قامت تشم يحبها والدمع ليلو يتنثاير. سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني. لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام من الروح في جثماني. نسألك اللهم وندعوك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله. اللهم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، آمنا في أوطاننا يا الله. اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بتعجيل فرجه يا الله. اشف جميع المرضى، لا سيما من كان عنده مريض، ومن أوصونا بالدعاء من قريب وبعيد، من عليهم بالشفاء العاجل والعافية التامة يا الله. اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين يا الله. من كان طالب ذرية، لا سيما من أوصونا بالدعاء، من عليهم بذرية الصالحة يا الله. رد كل زائر ومسافر وغائب وسجين ومفقود إلى أهليهم سالمين غانمين يا الله. الجالسين، السامعين، المؤسسين، خدمة الزهراء وأبي عبد الله الحسين، تقبل منا ومنهم بأحسن القبول. نهدي إلى أرواح أمواتهم وذوي الحقوق ومن مات على الإسلام والإيمان ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.